ماذا تراعي وأنت تختار عملاً أو وظيفة ما؟ الراتب قال حيدر 20 نقطة أخذ، وأنت قلت الراتب قلت غير، قلت المسافة، والمسافة الموقع صح 15 نقطة، لكنه الراتب أعلى. خلينا نشوف اثنين الاختصاص طبعاً الترقية وياكو أيضاً، لذلك الدرجات تتفاوت. السؤال الثاني، من يستخدم الملقط؟ الحلاق قال حيدر أخذ 30 نقطة، أنت إيش قلت؟ الطبيب. الطبيب. الطبيب 18 نقطة، ليش؟ لأنه مو أي طبيب يستخدم الملقط، جراح. أنت لو قال الجراح، الطبيب جراح أو جراح، كان ممكن تأخذ درجة أعلى. السؤال الثالث، جهاز منزلي به مروحة غير ظاهرة UPS قال حيدر 10 نقاط، أنت إيش قلت؟ سبلت. سبلت. نشوف السبلت وصح بي مروحة، حلو 174 نقطة. ها سؤالين، عندي الأحمر شوية يعني البرتقالي لاعب من عنده ما لي علاقة يا مناسبة البرتغالي يا قولي الله يسلمك يا مناسبة الأضوية مناسبة عزيزتي الأحمر عيد الحب ما ادري شنو العيد الايش العزاء مناسب اللون الاسود يستخدمون الاسود الفرح الابيض الاحمر عيد الحب او بالكريسماس لكن البرتقالي بيا مناسبه يستعمل بالله منتخب الهولندي حطونا برتقالي يعني انا اردفت هل هي مناقشه ام محاججه ام يعني هو والله رجلها لازم تدافع الله اكبر البرتغالي سيدخل في مناسبه جديده لعبه الهولندا مدري منو اذا السؤال الرابع ينشلع قلبي والله ينشلع قلبي السؤال الرابع من الالوان المرتبطه بالمناسبات حيدر قال الاحمر اخذ 21 يعني اكل عزاء الاسود اكل الابيض العرس البرتقالي وين بالله هذا يا مناسبه يمكن اكو مناسبه جمع البرتقال فنقول البرتقالي ما عندي اقول البرتقالي فلذلك الكمبيوتر انطاك صفر يعني الاحمر كان يجيك الاسود او الابيض العرس ما شايف العرس الناس يلبسون ابيض واكو مناسبات ايضا الابيض يلبسون حتى اكو في بعض الدول العزاء الموت يلبسون ابيض ما اسمع برتقالي السؤال الخامس صفر 174 نقطة إذا ما تجيب الآن 26 تجي إن شاء الله شو تقول تجي إن شاء الله إن شاء الله هاي كلمة دارجة أعتقد الكمبيوتر ما أخذها لأنه خلص الوقت وجوز أخذها ويمطيك درجة عالية أنا ما أعرف خلينا نشوف السؤال الخامس والأخير كلمة تعني جداً باللهجات العراقية 30 نقطة أخذ حيدر على مفردة أو كلمة كلش كلش ولكن أنت هو هذا المتوقع أي طبعا دخل المجزمة فالصفر فصار 174 نقطة أنا أقول لكم آسفين ليش أقول لك أنا أذكر أنه الكمبيوتر ما أخذه تفضلوا إذن يلا رايديكم هو الكمبيوتر رايديكم الكمبيوتر رايتكم الكمبيوتر رايتكم حتى حلقة أخرى باشر مع عائلة عراقية والكمبيوتر إن شاء الله أيضا يبقيكم المرة الثالثة وبعدين الكمبيوتر يفوزكم وتأخذون الجائزة قيمتها 10 مليون عراقي إذا مبروك تأهلتوا مع عائلة عراقية جديدة غدا إن شاء الله